الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية يا سادس. رجعنا معكم يا مس بحصة جديدة اللي هي الجزء الثاني من التحويل بين الأعداد العشرية والنسب المئوية. طبعا أنا معكم مس شروق عارف. نبدأ على بركة الله يا سادس. نبدأ يا مس هسا في التحويل من نسبة مئوية إلى كسر عشري. أخذنا بالحصة الماضية كيف أحول من عشري لمئوي، هسا بدي أخذ كيف أحول من مئوي لعشري، لا كسر عشري. طبعا يا مس عندي النسبة المئوية، النسبة المئوية إذا بدي أحولها كسر عادي مقامه 100، ليش؟ لأنه النسبة المئوية لما كنا نحولها كنا نحطها بسط على مقام، وكنا نشترط إنه مقامها لازم يكون 100، معناته أنا بدي أحولها لكسر عشري. أول خطوة لازم أحولها لكسر عادي بسط على مقام، مقامه 100، بعدين أحولها يا مثل كسر عشري. نأخذ مثال مشان نطبق على معلومتنا، بيحكي لنا حول النسب المئوي الآتي إلى كسر عشري. التحويل سهل جدا جدا جدا. يلا يا محمد خليل بدك تحول معي أول وحدة 15 من 100، 15 من 100 أول شيء بدي أحولها كسر عادي بسط على مقام، مقامها أنا بعرف إنه 100، شو ضل عند البسط؟ 15، معناته هي 15 على 100. بدي أحولها لكسر عشري في فاصل عشرية، بطلع كم عندي؟ صفر، صفرين، معناته على يمين الفاصل العشرية محمد خليل في عندي منزلتين اللي هم مين؟ ال 15، ممتاز، هي 15 جزء من 100. يلا يا مس على اللي بعدها، يلا يا خليل عندي 3 من 100، 3 من 100 أول شيء بدي أحولها ل كسر عادي مقامه 100 والبسط عبارة عن 3، هاي 3 من 100. لو جيت بدي أكتبها يا مس على شكل كسر عشري، عندي صفرين معناته عندي منزلتين على يمين الفاصل العشرية، الثلاثة بتاخذ مكان الصفر الأول وبيضل معي صفر ثاني بنزله زي ما هو. أنتم ملاحظين يا مس إنه إحنا هاي المعلومات أخذناها فصرنا نمشي فيها بطريقة أسرع وأسهل علينا. على اللي بعدها يلا يا مس يا حسام، عندك 244 من 100 بدي أحولها لكسر عادي، ممتاز، ما مقامه عبارة عن 100 و244 بكتبها في البسط. لو جيت أحولها لكسر عشري يا حسام، الأربعة بتاخذ مكان الصفر الأول والأربعة الثانية بتاخذ مكان الصفر الثاني، طب زاد معي الاثنين وين أحطه؟ بس بحطه بخانة الصحيح، ما هو زاد، بحطه بخانة الصحيح لأنه زاد، الأربعة أخذت مكان الصفر الأول والأربعة الثانية أخذت مكان الصفر الثاني، ما ضل عندي مكان أحط فيه الاثنين فبحطه في الصحيح، بحطه في الصحيح لأن احنا بنبلش كتابة من اليمين إلى اليسار. ننتقل يا مس هسا للتحويل من كسر عادي إلى كسر عشري أو نسبة مئوية. من كسر عادي بسط على مقام إلى كسر عشري أو نسبة مئوية. الطريقة الأولى بيحكي لنا جعل المقام 100، لازم أخلي المقام 100، بس ما هو النسبة المئوية إجباري أخلي مقامها 100، وذلك بضرب كل من البسط والمقام بعدد يجعل المقام يساوي 100. بس هون اللي فهمناه يا سادس من الطريقة الأولى إنه رح يكون المقام اللي معاي، المقام اللي معاي مش 100، المقام اللي معاي عدد عادي، بدي أدور على عدد آخر أضربه فيه يعطيني 100، يعطيني 100، زي لما أحكي لك 1 على 4، الأربعة يا مس الأربعة ليست 100 فما بقدر أحول مباشرة، لازم أبحث عن عدد أضربه في الأربعة يعطيني 100. مس هون أنا حط لك قواسم العدد 100، يعني عددين ضربتهم في بعض أعطوني 100، عندك 2 في 50 تعطيني 100، عندك 4 في 25 تعطيني 100، وخمسة ضرب 20 تعطيني 100. طبعا كلنا بنعرف انه 1 ضرب 100 100، وعشرة ضرب 10 100 اخذناها بحصة امبارح اللي هي 10 ضرب 10، معناته 1 على 4 بنزلها زي ما هي، بدي ادور على عدد اضربه في 4 يعطيني 100، هيها من القواسم مين؟ 25، بضرب المقام في 25، وما ننسى اللي بعمله على المقام بعمله على البسط، اذا ضربت المقام في 25 بضرب البسط في 25، فبيصير معي 1 ضرب 25 25 و4 ضرب 25 100. جهزت ولا لا؟ ممتازين، المقام صار معنا 100 يا مس يا مرح، المقام صار معك 100، فمباشرة باخذ البسط وبحط وراء إشارة النسبة المئوية. مس الموضوع سهل جدا جدا، القواسم طبعا لازم يكون كاتبينها على الدفتر، قواسم العدد 100 عشان تسهل علي الحل، عشان تسهل علي الحل. طبعا 25 من 100 وهون انا زياده كتبت لكم اياها
استخدام الكسر العشري اللي هي 25%. ننتقل يا مس للي بعده. الطريقة الأولى شو بتحكي لنا؟ بضرب البسط والمقام في عدد، بضرب البسط والمقام في عدد بيخلي لي المقام يصير 100 وأخذنا القواسم. الطريقة الثانية بتحكي لك قسمة البسط على المقام قسمة طويلة. مس أنا هون أعطيتكم نفس المثال اللي هو حول الربع. بالسلايد السابقة حولناها مباشر من خلال ضرب المقام والبسط في 25، لأنه 4 ضرب 25 تعطيني 100. هون بدي أطبق عليها نفسها بس باستخدام القسمة الطويلة. معناته يا مس يا جنى إلك الحرية هون، يا إما بتحل باستخدام الطريقة الأولى أو باستخدام الطريقة الثانية. نيجي منحط دائما البسط داخل القسمة والمقام خارجها يعني برا. بسأل حالي يا مس يا جنى، الواحد كم 4 فيها؟ فيش فيها ولا شيء يا مس، صفر. ممتاز، لأنه مستحيل العدد الصغير يكون في عدد كبير. رائعة. طيب مس هون شو بدي أعمل؟ بدي أضلني أحكي الواحد فيش فيها 4، أضلني أحط أصفار أصفار أصفار؟ لا، في عندي شغلة مهمة جدا جدا لازم نعملها. نركب فاصلة ومقابلها نضع صفر. يعني بحط فاصلة في الجواب فوق اللي هو في الناتج، مش دائما في الأعلى اللي هو بيطلع معي الناتج. بحط فاصلة، بمقابل الفاصلة هاي بدي أحط صفر، مقابل هاي الفاصلة بدي أحط صفر. هيا مس انتبهوا علي، هنا حطيت فاصلة بمقابل الفاصلة بدي أحط صفر. ليش؟ لأنه قلنا يا مس يا جنى ما بنفع أضلني أحكي الواحد كم 4 فيها فش، صفر صفر صفر، أضلني أحط صفر صفر ما بيصير، لازم أحولها. معناته يا مس الواحد فيش فيه 4 حطينا صفر، ما رح أضلني أحكيها، فمباشرة بحط فاصلة في الأعلى مقابل الفاصلة بحط صفر. صارت معي 10. 10 كم 4 فيها؟ ممتاز، فيها 2. 2 ضرب 4 بيطلع معي 8، ومنطرح 10 ناقص 8 بيطلع معنا يا مس 2. بسأل حالي كمان مرة يا جنى، الاثنين كم 4 فيها؟ فيش فيها نهائيا. مس هنا ما برجع بحط كمان فاصلة، خلاص مباشرة بحط صفر، مباشرة بحط صفر. يعني يا مس يا سادس يا محمد خليل، الفاصلة بحطها مرة واحدة فقط والباقي بصير أحط مكانهم أصفار. 20 كم 4 فيها؟ رائع، فيها 5 يا جنى. 5 ضرب 4 20، بطرحهم من بعض بيطلع معي الجواب صفر. معناته الربع حولناها باستخدام القسمة الطويلة، فهي عبارة عن 25 جزء من 100، يعني تحولت معي لكسر عشري. طب أنا بدي أحولها لنسبة مئوية مش لكسر عشري. مس مباشرة يا إما بكتبها على شكل بسط على مقام 25 على 100، أو بحرك الفاصلة منزلتين لليمين. مش حكينا بنحرك الفاصلة منزلتين لليمين من خلال ضرب 100%؟ مباشرة بحرك الفاصلة العشرية منزلتين لليمين، فبتطلع معي 25%. شايفين يا مس كيف إنه الموضوع سهل جدا وبسيط. طبعا يا مس هي بتنفع للربع، إنه أستخدم الطريقتين. في عندي أعداد مثلا 7 على 8 ما بينفع أحولها مباشرة، لأن 8 مقامها ما في عدد أضربه في 8 يعطيني 100، فبدي أضطر أستخدم القسمة الطويلة. معناته القسمة الطويلة بستخدمها يا أشرف لما يكون في معي أعداد، لما يكون معي المقام مستحيل ألاقي عدد أضربه فيه يعطيني 100، فبضطر في هاي الحالة أستخدم القسمة الطويلة. ماشي يا مس؟ نروح لمسألة، مسألة كلامية مهمة جدا جدا جدا، معناته رح يجينا زيها بالامتحان. إذا كانت، يلا يا أشرف، إذا كانت مبيعات محل الألعاب، محل ألعاب الأطفال 200 دينار في اليوم، إذا كانت مبيعات محل ألعاب الأطفال 200 دينار في اليوم، وازدادت مبيعات الألعاب في العيد، يعني يوم العيد، زادت المبيعات بنسبة 50%، فكم دينار تبلغ مبيعات المحل في يوم العيد؟ حكى لك يا أشرف في عندك محل ألعاب الأطفال، هو بالعادة باليوم بيبيع 200 دينار. بحكي لك في يوم العيد زادت المبيعات 50%، يعني زادت الضعف، فكم دينارا تبلغ مبيعات المحل في يوم العيد؟ أول شيء يا مس بدي أكتب المعطيات اللي أعطاني إياها. مبيعات اليوم زادت بنسبة مقدارها 50%، فالزيادة في المبيعات في العيد أول شيء بروح بحكي 200 دينار، مش هو بياخد 200 دينار كل يوم بيربح يا مس، بحكي 200 دينار ضرب النسبة المئوية. أخذت العدد الدنانير اللي أعطاني إياها 200 دينار، ضربتها في النسبة المئوية. طبعاً لما أضرب يا مس بدنا ننتبه إنه صفر بيروح مع صفر، وصفر بيروح مع
صفر. ماشي يا مس؟ دائما نستخدم الاختصارات هاي السهلة البسيطة يا أشرف اللي بتساعدني. صفر راح مع صفر وصفر راح مع صفر، فصفى معي 2 ضرب 50 كم بيطلع معي يا مس؟ 100 دينار. مس هسا 100 دينار هي الزيادة في المبيعات، زادت مبيعاته بمقدار 100 دينار. أنا لسه ما طلعت كم باع في العيد، أنا طلعت إنه الزيادة 100 دينار، معناته مبيعاته يوم العيد هو بالأصل ببيع 200 دينار زائد ال 100 اللي ربحها، فبيطلع باع يوم العيد 300 دينار، باع في يوم العيد 300 دينار. معناته في عندي نتيجة مهمة جدا جدا يا سادس. القيمة العددية للنسبة المئوية هي عبارة، يعني النسبة المئوية ضرب القيمة الكلية. كيف يعني؟ القيمة الكلية الرقم اللي بيكون معطية 200 دينار، 300 دينار، 300 علبة عصير، هاي هي القيمة الكلية ضرب النسبة المئوية. يعني دائما إذا أعطاني يا مس يا سادس عدد ونسبة مئوية، بضرب العدد في النسبة المئوية وبعمل اختصاراتي وبوجد الناتج. وممتاز يا أشرف. ننتقل يا مس هسه مشان نفهمها برضه على مسألة أخرى، على مسألة أخرى. بيحكي لنا يا مس مثال: يبلغ الراتب الشهري للموظف 400 دينار، تم خصم 7% من راتبه بسبب الغياب، احسب كم يصبح راتبه الجديد بعد الخصم. معاك يا مس يا فارس راتب الشهري للموظف 400 دينار، خصموا منه 7%. مس شو كنا نحكي احنا هسه؟ ممتاز، كنا نحكي المبلغ الكلي المعطيني اياه بضربه في النسبة المئوية، بضربه في النسبة المئوية. هاي الراتب الشهري 400 دينار، قيمة الخصم 7%. شو كنا يا مس حكينا هسه؟ بناخذ ال 400 ضرب 7 على 100، ضرب 7 على 100. ممتاز، صفرين بيروحوا مع صفرين، فبيضل معي 4 ضرب 7 يساوي 28 دينار. فارس بسألك، بوقف عند 27 دينار خلاص؟ مس 27 دينار هي قيمة الخصم، يعني خصموا منه 27 دينار. طب بدي أعرف راتبه الجديد، ما هو مش حكالنا اعرف الراتب كم بعد الخصم؟ ممتاز، بروح بحكي 400 ناقص 28 اللي هي 372 دينار. مس سادس انتبهوا علي، مس بعد ما أضرب القيمة الكلية اللي هو العدد المعطنية ضرب النسبة المئوية، الرقم اللي بيطلع معايا مس يا إما بجمعه مع المبلغ الأصلي أو بطرحه من المبلغ الأصلي. يعني ما بكتفي بالخطوة الأولى، لازم أكمل لأنه طلب مني الراتب بعد الخصم. ننتقل يا مس لمسألة مهمة جدا جدا، هاي أنا كاتب عليه مثال مهم جدا جدا، يعني احتمال يجينا زيه بالامتحان. يبلغ مصروف طالب، يلا يا عبد الرحمن شريدة، يبلغ مصروف طالب جامعي 8 دنانير. عنا طالب جامعي كل يوم يا عبد الرحمن بياخذ 8 دنانير، فإذا زاد مصروفه اليومي دينارين، ما النسبة المئوية للزيادة؟ عرفت يا عبد الرحمن ليش السؤال مهم؟ ممتاز، بحكي لي مس عبد الرحمن السؤال مهم لأنه المفقود عندي هون النسبة المئوية، أنا ما بعرف النسبة المئوية هون يا مس، مجهولة. طيب بروح بحكي لعبد الرحمن، أنت عندك هون يا مس مصروف الطالب كم؟ 8 دنانير، زاد مصروفه كم؟ دينارين. مس المبلغ الأصلي اللي هو كل يوم بياخده كم؟ 8 دنانير، كم الزيادة اللي صارت عليه؟ دينارين، معناته مكتوبها على شكل كسر، بسط على مقام. الزيادة مثل الزيادة هي بتحصل يوميا دينارين دينارين، بس مين الثابتة ما بتتغير؟ الثمانية، معناته الثمانية بما أنها ثابتة بحطها في المقام لأنها ما بتتغير، والزيادة يا مس هي اللي بحطها في البسط، هي اللي بحطها في البسط. ماشي يا مس؟ إذا بدي أحول لنسبة مئوية كنا نحكي في عندي طريقتين، يا أما بحرك الفاصلة العشرية لليمين منزلتين عن طريق ضربها في 100% أو بحولها لكسر. هون يا مس أنا بدي أستخدم الطريقة الأولى اللي هي بدي أضرب في 100%. دائما إذا أعطاني مسألة كلامية زي هيك وطلب مني ما النسبة المئوية، فبدي أضرب في 100%. أول شيء بروح بعمل وبختصر البسط مع المقام. مس بدي أخفف علي المسألة، بختصر البسط مع المقام. البسط والمقام بيقسموا على نفس العدد اللي هو بقسم على 2 على 2 يا مس، فبيطلع معي الجواب 1 على 4. هاي قسمنا على 2 على 2، فال 2 2 تقسيم 2 1، و8 تقسيم 2 4. صبت ضرب 100%؟ لا يا عبد الرحمن، فتنزل زي ما هي، تنزل زي ما هي. مس نفس الشيء انا بقدر اختصر، مس هاي الاختصارات كلها اخذناها بصف خامس، انا بس بذكر فيها قاعده. اختصرنا البسط مع المقام، مس بقدر اختصر مقام مع بسط، او بقدر احكي 1 ضرب 100 100 على 4، يا إما بحكي 100 على 4 أو بختصر المقام مع البسط. كنا نحكي بقدر أختصر يا عبد الرحمن البسط مع البسط أو مقام مع بسط مقابل إله.
بقسم على 4 على 4 فبيطلع معي 25%، معناته مقدار الزيادة أو النسبة المئوية للزيادة 25%، يعني زاد على مصروفه 25%. مس هون في عندي نتيجة مهمة جدا يا عبد الرحمن لازم نتوصل إلها، اللي هي النسبة المئوية. إذا كان مفقود النسبة المئوية يعني مجهولة مش معروفة، فبروح بحكي الجزء على الكل. مس الجزء هو الزيادة اللي بيعطيني إياها، زيادة أو نقصان يومي بمقدار أو مبلغ معين هي عبارة عن الجزء، بينما الكل هو مصروف الطالب الجامعي الثابت يوميا، يعني يوميا بياخذ 8 دنانير، والجزء هو كم زاد أو كم نقص ضرب 100%، ضرب 100%. النتيجتين مهمات جدا، النتيجتين مهمات جدا. وبهيك طبعا يا مس يا سادس بكون انتهى درسنا لليوم، اللي هو الجزء الثاني من درس التحويل بين النسب المئوي الكسر العادي والعشري. في عندنا واجب سؤال 3 صفحة 66، عندي تمارين ومسائل سؤال 3 و4 صفحة 68، بتحلوهم على الدفتر تبعتوا لي اياهم على الخاص. واذا عندكم اي استفسار يا مس تقدروا تبعثوا لي اياه، ويعطيكم العافية.